السلام الله عليكم، معكم رضا من قناة كورة فانس. إذا بناء على الطلبات الكثيرة اللي توصلت بها يوم أمس، الحلقة ديال اليوم إن شاء الله غادي نخصوها القرعة مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا. لغاية الآن تعرفنا على 15 فريق اللي تأهلوا لمرحلة المجموعات. لقاء واحد مازال ما تحسمش، غيتلعب يوم الخميس المقبل وغيجمع بين فيتا كلوب الكونغولي ضد غاديوغو من بوركينا فاسو. في الحلقة ديال اليوم سأتحدث عن كل ما يخص القرعة، طريقة اللي كدير بها القرعة، المستويات اللي تحطوا فيهم جميع الفرق، المباريات الممكن حدوثها، وفي الاخير غتكون عندنا قرعه تجريبيه. نبغيكم ايضا تشاركوا معنا بالاراء ديالكم، ديروا قرعه في المنزل ديالكم واعطيونا النتائج اللي تحصلتوا عليها. ونبغيكم ايضا تجاوبوا على واحد السؤال: من هو المرشح الاول للتتويج بدوري ابطال افريقيا هذه السنه بعيدا عن العاطفه؟ يعني ايا كان الفريق اللي انت تتشجعوا، نبغيك تجاوبني على هذا السؤال: شكون هو الفريق المرشح الاول هذه السنه للتتويج بدوري ابطال افريقيا؟ قبل ما ندخل في التفاصيل، الى عجبتكم الحلقه ما تنساوش تدعمونا بلايك، اللي ما مشتركش في القناه ديالنا هذا هو الوقت باش تشترك، فعل جرس التنبيهات باش دائما يوصلك الجديد اول باول. طبعا الى كان كيعجبكم المحتوى اللي كنقدموه، وعندنا صفحه على الفيسبوك والانستغرام اللي بغى يشارك فيهم، غادي نخلي لكم اللينك ديالهم في اول تعليق. ندخلوا في التفاصيل. مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا السنة ستعرف تواجد 9 ديال الفرق العربية من أصل 16: الوداد والراجع من المغرب، أهلي والزمالك من مصر، شباب الوزداد وشبيبة القبائل من الجزائر، المريخ والهلال السودانيين، والترجي التونسي. نزيدوا عليهم ماملودي سان داونز، بيترو أتلتيكو، هوريا كوناكري، سيمبا التنزاني، القوت الكاميروني، فايبرز الأوغندي، والمتأهل من لقاء فيتا كلوب ضد غاديوغو من بوركينا فاسو. بالنسبة للمستويات اللي تحطوا فيهم جميع الفرق، مستوى الاول عندنا فيه الوداد، الرجاء، الاهلي والترجي التونسي. المستوى الثاني الزمالك، سان داونز، بيترو اتلتيكو، ريا كوناكري. المستوى الثالث شباب الوزداد، شبيبة القبائل، سيمبا التنزاني والهلال السوداني. المستوى الرابع القوت الكاميروني، المريخ السوداني، فايبرز الاوغندي، والمتاهل من لقاء فيتا كلوب ضد غاديوغو. الطريقه اللي تدار بها القرعه بسيطه جدا، تناخذوا فريق من كل مستوى، فريق من المستوى الاول، الثاني، الثالث، الرابع، تعطينا مجموعه واحده. ما يمكنش فرق تتواجدوا في نفس المستوى يكونوا في نفس المجموعه. نعطيكم مثال: المستوى الاول فيه الوداد والراجع والترجي والاهلي، غيكونوا على رؤوس المجموعات، ما يمكنناش نلقاهم في مجموعه واحده. القرعه ديالنا غنديروها ان شاء الله بطريقه بسيطه جدا، غنوريكم. عندنا البوت الاول، المستوى الاول باللون الاخضر، يعني فيه هكا بويضات صغيرين. البوت الثاني اللون الازرق، البوت الثالث اللون الاصفر، والبوت الرابع اللون الوردي. يعني غناخذوا فريق من كل مستوى باش يعطينا يعني المجموعات. نبدا نحرك انتم حداكم بكل شفافيه وبكل نشوفوا اول فريق غنسحبوه من المجموعه او المستوى الاول. هلو لا حامل لقب، حامل لقب النسخه السابقه الوداد الرياضي سيكون على راس المجموعه الاولى. يلا نكتبوا الوداد، ندوزو البوت الثاني، المستوى الثاني اللون الازرق. حركوا مزيان، شكون غيطلع مع الوداد؟ سبحان الله، نفس الزمالك المصري. يعني الوداد الموسم السابق كان هو والزمالك في نفس المجموعة. الوداد، الزمالك، المستوى الثالث ها هو هذا. حركوا مزيان، نشوف حتى حاجة. المستوى الثالث شكون معاه؟ سيمبا تنزاني، سيمبا تنزاني، سيمبا هو فريق قوي. البوت الرابع حركوا مزيان هو الوردي. المتأهل من فيتا كلوب
وكا ديوغو من بوركينا فاسو. المجموعه الاولى فيها الوداد، فيها الزمالك، فيها سيمبا التنزاني والمتاهل من فيتا كلوب ضد كا ديوغو، يعني مجموعه صراحه قويه جدا. الوداد تنظر الموسم السابق كان انتصر ذهابا وايابا على الزمالك المصري. يعني ندوزو للمجموعه الثانيه، انا نحركو مزيان على المستوى الاول. شنو هو الفريق اللي غيطلع من المستوى الاول اللي غيكون على راس المجموعه الثانيه؟ الرجاء الرياضي. يعني سبحان الله جوج ديال الفرق المغربيه جاو متابعين، يعني والله ما مقصود هذا المسألة. الرجاء، نشوفوا الرجاء مع من غيطيح من المستوى الثاني. هانتوما بيترو اتلتيكو، بيترو اتلتيكو دائما تعودنا هذه السنوات الاخيره دائما كاين في دوري ابطال افريقيا، يعني عنده خبره وعنده تجربه في هذه المسابقه. شوفوا البوست ديال شكون هايته، طاحت الهلال السوداني. نشوفوا شكون هو اخر المستوى الرابع، شكون غيكون المستوى الرابع؟ المريخ السوداني. الموسم اللي داز كان المريخ والهلال كانوا بجوجهم في نفس المجموعة مع الأهلي المصري، يعني الرجاء بيترو أتلتيكو المريخ والهلال السودانيين، مجموعة حتى هي يمكننا نقولوا قوية. شوفوا شكون غيكون على رأس المجموعة الثالثة. شكون هذا؟ الترجي التونسي سيكون على رأس المجموعة الثالثة. نشوفوا مع من غيلعب الترجي من المستوى الثاني. ماميلودي سان داونز الجنوب افريقي المستوى الثالث. شباب بلوزداد الجزائري. مجموعات هذه قوية، نجيب شباب بلوزداد وماميلودي سان داونز. نشوفو شكون كاين في المستوى الرابع. فايبرز، فايبرز الأوغندي. هاد فايبرز هو اللي قصى تي بي مازيمبي. فايبرز المجموعة الثالثة فيها الترجي، ماميلودي سان داونز، شباب بلوزداد وفايبرز. شكون اللي باقي هنا؟ أكيد غيكون الأهلي المصري هو اللي مازال ما طلعش. نتأكدوا الأهلي المصري على رأس المجموعة الرابعة. شكون اللي مازال ما طلعش من هنا؟ المستوى الثاني هو ريا كوناكري. المستوى الثالث وحده اللي بقات هي شبيبة القبائل الجزائري. تنظر الفريق الواحد المستوى الرابع، تنظر القط الكاميروني. تأكدوا القطن الكاميروني، قطن سبور. يعني هذوما المجموعات اللي تحصلنا عليهم، نعاودهم مرة أخرى. المجموعة الأولى الوداد، الزمالك، سيمبا، تنزاني فيتا والمتأهل من فيتا كلوب
وكاديوغو من بوركينا فاسو، المجموعه الثانيه الرجاء بيترو اتلتيكو الهلال والمريخ السودانيين، المجموعه الثالثه الترجي ماملودي سان داونز شباب بلوزداد وفايبرز الاوغندي، المجموعه الرابعه الاهلي هوريا كوناكري شبيبه القبائل الجزائري القطن الكاميروني. يعني كانوا هادو نتائج القرعه اللي تحصلت عليهم. اهم من الراي ديالي نبغي نعرف الاراء ديالكم، اول شيء شنو هي اقوى مجموعات من المجموعات الاربعه، وايضا خليوا لي نتائج القرعه ديالكم ونتناقشوا كما هو العاده بشكل ودي، وما تنساوش تجاوبوا على السؤال اللي خليته لكم، من هو المرشح الاول هذه السنه للتتويج بدوري ابطال افريقيا. نتمنى على ان الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم، الى عجبتكم دعمونا بلايك واشتركوا في القناه باش دائما يوصلكم جديد اول باول. كان معكم رضا من قناه كره فانز، السلام عليكم.